الكرام مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم بـ NBC. مثل ما بتعرفوا قد الظروف انه ما نعقد مؤتمر صحفي لاطلاق الموسم الثالث من ارز جوت تالنت، فاثرنا اليوم باول حلقه لايف نكون معكم. طبعا هذه الحلقه شهدت حدث مهم هو اطلاق القناه رقم 14 لمجموعه NBC اللي بتنضم لمجموعه قنواتنا. مش رح احكي كثير انا لانه بعرف عندكم اسئله اعضاء نجوم على لجنه تحكيم ارز جوت تالنت، مستعد انا اجاوب عن NBC بوليوود. استاذ علي جابر موجود ونجاوب على كل اسئلتكم. وعمل شغل كويس جدا، واعتقد انها خطوه ممكن تكون في صالح NBC مصر. اختيار شخصي زي محمد، وانا من الناس المحبين لـ NBC مصر، واتمنى لها بصراحه انها فعلا تكون اولى القنوات. واضح انه NBC مصر NBC عم تاخد كل الناجحين في مصر. مش هيخلوا حد. ما فيش مشكله طالما في مكان يتسع، ما فيش مشكله. المهم لان NBC صوت بيوصل لكل الوطن العربي، فالواحد كفنان بيبقى مش محتاج اكتر من كده. بدل ما تبقى في قناه صغيره او قناه محليه، بالعكس لما توصل صوتك الوطن العربي كله ده بتبقى ميزه. ايه ليكي، ما بيتعرف العالم العربي العالم على الانتاجات في العالم العربي الا اذا كان هالانتاج هيدا ذو قيمه كبيره وذو يعني البرودكشن فاليوز، القيمه الانتاجيه تبعيته كثير عاليه. مثل ما التركي غزا كل البلدان، حتى باليونان بيحضروا تركي، تصور يعني. نحن بنأمل انه بالجهد اللي عم نعمله لانتاج دراما جديد. نحن مش بعصر نجوم اصلا، بس البرنامج عنده وظيفه انه يوصل الموهبه للناس اذا كانت مخبيه ببيتها. اذا هذه الموهبه ما قدرت ظهرت معناتها مش مكتوب لها الترنيت. هو بده يجتهد، هو بده يشتغل، ونجومين من رب العالمين. نحن علينا، نحن وسيله ما بين هالموهبه وما بين الناس. بده ينجح واحد بالبرنامج من اصل 48، في جمهور بيختار حدا ونحن بننقز حدا، واخر شيء هي ما يكون اسم الهويه على حساب الموهبه الموجوده. يعني اذا كان حدا من بلد معين عم يصير التصويت والتعاطف من خلال هويه اهل البلد، مش لانه موهبه الاخر افضل من هويه من بلده، وهيدي المشكله اللي عم بتكون. فبرجع بالكم انه يا ريت انتم تساعدونا بالاعلان، بوسائل الاعلان، انه اللي بده يصوت للموهبه اللي عندها كفاءه، مش لابن بلده بس. اذا ابن بلده ما بيستحق او بيستحق، اذا بيستحق اوكي، اذا ما بيستحق حرام ياخذ من دبل الموهبه. بالنسبه للي طلعوا، انا بالنسبه لي كان الرسام رائع، والفرقه الكويتيه انا بشوفهم حالة رائعة بالخليج، كادت تتفوق على بعض المحترفين، لكن اختيارهم لميدلي كان كثير سريع. نحن ما ننسى انه دقيقتين، انا بالنسبة لي امتعهم. الدنيا فيها خسارة وربح، بس هي معركة منا الحرب. يعني واحد لما بيخسر معركة بحياته، حياته مستمرة وفي معارك كثيرة، آخر شيء يربح المعركة اللي لازم يكون فيها. وياما وياما ناس اخذوا ميداليات برونزيه وابدعوا اكثر من اخذوا ميداليات ذهبيه. هيدا بيتوقف على هن قديش ممكن يجتهدوا. انا بالنسبه لي حسسوني بشيء كثير مهم، لكن كان في مواهب اقوى منهم خلت الجمهور انه يصوتهم، وهذا الشيء بيطلع من ارادتنا بننقذ اللي بيكون قدامنا.